السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كنتمناكم تكونوا كاملين لاباس وفي صحة جيدة، وكنتمنى تكونوا كدوزوا هذا الشهر المبارك في أحسن الأحوال يا ربي. هذا أكيد شهر العبادة، شهر يعني الصيام، شهر التقرب من الله. الله يتقبل منا الصيام، والله يسهل على الجميع، واللي كيتمنى شي حاجة في خاطره الله يحققها ليه. هذا النهار هذا غادي نصوب لا سوب شينواز، قلت نبدلو هكا الحريرة ندير لا سوب شينواز، وبغيت نشاركها معكم باش نتوما هكا الا حرتي وبحالي شنو ديرو نوضو تجربوها. ها نتوما تبعو معايا المقادير. ورجعت لكم. دونك هنايا عندي البصلة مشلطة، بصيلة صغيرة مشلطة، غادي نزيد عليها جوج ديال القرعات محكوكين وجوج ديال الخيزويات محكوكين. غادي ناخدو معلقة ديال الزبدة، مليحة، الإبزار، والخرقوم، نحاول نخلطو هادشي هذا بحال هكا. صافي غادي نخليهم غير يهبطو شي شوية ونرجع لكم. غادي نزيدو الضامة ديال الحوت، النكهة ديال الحوت، من بعد زدت عليه الماء لهاد القياس هذا، وغادي نزيد الكروفيت، عندي الكروفيت كونجولي غادي نزيدو. وغنشدو عليه غير واحد شوية، واحد القصيب بحال هكا، ونحلو عليه. من بعد خديت الشامبينيون ودرتو هنا في الماء يتسلق، راه كيتنفخ و تيعطي الفوليوم، دونك نخليه واحد يتنفخ مزيان وعاد نقطعوه طريفات صغيرة وصافي. هكا من بعد ما طابنا الشامبينيون ديالنا هكا كيما كتشوفو هاهو تنفخ، غادي نقطعوه طريفات صغار ونزيدو في لاسوب ديالنا. ودابا من بعد ما طابنا القرعة والخيزو والكروفيت غادي نزيدو الشامبينيون لي طابنا، وسلقنا الشعرية ديال الشينوا غادي نزيدوها، صافي. وغادي نخليهم شي شوية، غادي نزيدو المعدنوس، نزيدو المعدنوس،
وكنخليوه واحد 5 دقائق. من بعد كنزيدو الصوجا، ودابا غادي نديرو لاصوص ديال الصوجا. واحد 2 نقيطات صافي.